اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. انا على الهواء، يا ريت تكلموني على الارقام اللي بتظهر على الشاشه، ولو في استفسارات او في تعليقات او وصفات عاوزين تقولوا لنا عليها يا ريت تبعتوها لنا على البيج شبكه وصناره على الفيسبوك. النهارده هعمل فلفل الوان، محشي جمبري وكلماري ومشروم، وهزوقه كده او يعني احط عليه شويه موتزاريلا. اقول لحضراتكم المكونات: فلفل رومي كبير اي الوان، جبنه موتزاريلا، بصل، صلصه طماطم، زعتر، زنجبيل وثوم، جمبري، كلماري، مشروم، وزبده. طبعا انا مجهز الحاجات المره دي لان في شويه يعني هنحتاج ان احنا بقى سرعه شويه علشان نلحق نسوي كل حاجه. هحط الاول الزبده. طبعا كميه الزبده او كميه الدهون اللي بتستعملوها تبقى راجعه لحضراتكم. هحط معاها شويه زيت كده عشان ما تحرقش. وبعدين انا مجهز فلفل الوان من قبل التصوير، بس سبت واحده عشان اوري حضراتكم ازاي بتتعمل. موضوع سهل قوي، ما فيهوش اي حاجه خالص. سكينه حاميه هقطعها كده، وبالسكينه همشي داير داير على العروق البيضه اللي جوه بالراحه، بس عشان ايه؟ مش عايزين نقطع الفلفلايه عشان لما نيجي نحشيها يفضل الحشو جواها. وهشيل اي حاجه لونها ابيض، وبعدين خبط عليها خبطين كده ينزل كل البذر اللي منها اللي فيها، ويبقى تمام. دي ممكن ننضفها برضو بنفس الطريقه، لو خبطنا عليها كده تنضف. معلش وقعت، حتى لو سبناها مش هتبقى مشكله. هحط اول حاجه البصل، دي بصله صغيره، واحط معاها الثوم والزنجبيل على طول مع بعض، واسيبهم بقى شويه كده لحد لما يبتدوا مع شويه ملح صغيرين يبتدوا يطروا. يعني بنتكلم في يمكن دقيقة ونص. خف النار شوية عليهم. استاذة هبة اهلا وسهلا. اهلا يا شيخ، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. بعد اذنك كنت عايز اسألك على شوربة جمبري بتتعمل في بورسعيد. شوربة جمبري بتتعمل في بورسعيد؟ طب قولي لي طعمها ايه؟ يعني حراقة، لونها ابيض، لونها احمر، صافية؟ هي سبايسي سنة ولونها احمر. وجمبري بس صح؟ جمبري بس. تمام، حاضر، ميرسي جدا لاتصالك يا فندم. شوربة جمبري، انا طبعا مش عارف في بورسعيد بتعمل، يعني حضرتك ما حددتليش قوي، بس هقول لحضرتك على شوربة الجمبري اللي لونها احمر بتتعمل ازاي. زيت، بصل، وتوم، تشوح الجمبري، حط معاه مثلا قرن فلفل ولا حاجة، وبعدين نشوح الجمبري كويس، معلقتين صلصة طماطم، ونضيف عليها مرقة خضار او سمك او فراخ، ونسيبها تغلي لحد لما كل المكونات تمتزج مع بعض، يعني ربع ساعة تلت ساعة مش أكتر من كده. هحط كل المكونات كالماري والجمبري في الخلاط. ههدي بس النار شوية علشان ممكن أبعدها عن النار شوية. شهد ازيك؟ ألو. ألو، ازيك يا شهد؟ الحمد لله. عندي كام سنة؟ عندي 11. ازيك؟ تحبي أقولك على أي حاجة؟ الكابوريا. الكابوريا المسلوقة؟ حاضر. اسهل طريقة، ميرسي طبعا لاتصالك، اسهل طريقة للكابوريا المسلوقة توم وبصل، كزبرة، وبقدونس، ملح وفلفل، نحطهم في شوية زيت كده صغيرين قوي بس يتشوحوا سنة بسيطة، وبعدين نحط عليهم الكابوريا ونحط عليها مية ونسيبها تتسلق من ربع ساعة ل 20 دقيقة. هضرب كل الكلام ده مع بعضه. أم مصطفى أهلا وسهلا. يا أهلا بيك. ألو. ألو. أيوة أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مين معايا معلش؟ أم مصطفى. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ بقول لك إيه لو سمحت. اتفضلي. ممكن أعرف كفتة السمك؟ ممكن طبعا يا فندم. بس كده؟ شكرا. شكرا. ميرسي جدا لاتصالك يا فندم. كفتة السمك، زي ما أنا حطيت كل المكونات اللي هي سمك فيليه أو أي سمك موجود، بصل وثوم وشبت، زيت زيتون وملح وفلفل وشطه، ممكن نحط عليها شويه كزبره او شويه بقدونس، الخضره اللي بتفضلوها يعني، وبعد كده نحطها في الخلاط ونطلعها. ممكن نتقلها شويه ببقدونس، اسف، نتقلها شويه ببقسماط او برز مجروش، وبعدين نعملها كفته، نشيلها في الثلاجه نص ساعه، ساعه الا ربع، تجمد شويه، وبعدين نحمرها في زيت. والف هنا وشفا. هياخد بقى الخلطه اللي انا عملتها.
قبل ما انسى هحط طبعا دي عشان يبقى لونها احمر، لو مش عايزين لونها يحمر ممكن نخليها من غير صلصه طماطم خالص، يعني الاختيار عندنا في الحالتين متاح كده. استاذه منى اهلا وسهلا. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. بعد اذن حضرتك عايز اعرف بس طريقه عمل الجندوفلي. طريقه عمل اللي بيها اللي يطلع يعني مش بيشد وكويس، وطريقه عمل بلح البحر، وشكرا لحضرتك. ميرسي لاتصالك يا استاذه منى، ميرسي جدا. طريقه عمل الجندوفلي، طيب انا عاده جندوفلي او بلح بحر بفضل ان انا احطهم الاول في ميه بتغلي علشان اي رمله فيهم تنزل يفتحوا الميه تنزل، وبعد كده ثوم وبقدونس وشبت، حط الكلام ده كله مع الجندوفلي في حله ونزود عليه شويه ميه صغيرين شويه صغيرين لدرجه ان هو يعني ممكن الميه تتبخر لان احنا مش بنعمل شوربه، وبعد كده نحط عليه بقى قرن فلفل ولا حاجه علشان يبقى حراق. البلح البحر والجندوفلي زي بعض. هقلب بقى الكلام ده كده. الو رنا ازيك؟ الو الو انا عايزه طريقه الجمبري المشوي. الجمبري المشوي، حاضر يا رنا، ميرسي جدا لاتصالك. الجمبري المشوي ممكن نتبله بثوم وملح وفلفل وزيت زيتون وشويه مستردة، ونسيبه ربع ساعه كده مثلا في التتبيله، وبعدين على الشوايه او على طاسه، وممكن نحط معاه حته فحمه عليها زبده، فحمه مولعه عليها زبده، ونقفل عليه علشان يطلع ريحه الفحم فيها لو ما عندناش فحم في البيت. ده زعتر ناشف. طبعا انا لازم اسوي الجمبري كويس قوي هنا، والكلماري يعني مش هستنى عليه، مش هقول ان انا هسوي بقيته في الفرن، انا الفرن بس عشان احط جبنه الموتزاريلا واسيحها من فوق، بس انا لازم هنا اطمن ان هو استوى. مدام عبير اهلا وسهلا. الو الو مدام عبير، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا سيف، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله الحمد لله. اموريني يا فندم. من فضلك انا كنت عايزه حضرتك تعمل لنا طاجن جمبري بالصوص الاحمر، يعني طاجن يا اما بقى فواكه بحر يا اما جمبري، يعني نوع علينا من الحاجات ديت. عايزه حضرتك عايزاني اعمل طواجن يعني؟ اه حاضر. يعني انا اللي هو لو جمبري لوحده اوكي، لو طواجن مثلا فواكه البحر كلها يا كتر خيرك يعني. تحت امرك يا فندم، حاضر. ميرسي، وانا بشكرك على المعلومه اللي حضرتك قلتها بتاعت الميه والليمون اللي هي عشان ريحه السمك اللي تبقى في الايد. اه ميرسي يعني كتر خيرك بجد، دي نصيحه هايله جدا. ميرسي لحضرتك يا فندم، ميرسي جدا، ميرسي جدا، كتر خيرك على الحاجات الحلوه اللي انت بتعملها. متشكر جدا يا فندم، ميرسي لاتصالك. طيب انا هعمل حلقه، مره هيبقى فيها طاجن جمبري، ومره هيبقى فيها طاجن كالماري، وهعمل طاجن سمك كده. انا بس زودت يعني شويه فلفل حراق علشان برضو يبقى فيه طعم كده، يعني هو عاده السي فود كله الناس اللي بتحب السي فود اغلبهم بيحبوا الحراق، بس طبعا ده اختياري انا، حتى كمان ما قلتوش في المكونات. هفضل بقى ايه اتاكد ان كل حاجه استوت. ام شيماء اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا معاكي يا فندم، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ احنا والله معجبين بكل الاكل اللي انت بتعمله لنا ده يا فندم، ربنا يخليكي، متشكر. تحبي اقول لحضرتك على اي وصفه او اي حاجه؟ يا ريت. بس كنت عايزه اعرف السمك المشوي. السمك المشوي اي سمك مشوي يعني؟ البلطي. تمام، حاضر اقول لحضرتك حالا. السمك المشوي البلطي لو هنعمله برده، ده موضوع تاني، لو هنعمله من غير رده يبقى هنتبله بليمون وتوم شويه كمون وملح وفلفل، ونسيبه مثلا تلت ساعه لنص ساعه كده. طبعا هننضفه من جوه وهنحط التتبيله دي كلها بره وجوه لحد لما نطمن ان هو وصل التتبيله في كل حته، وبس نقطعه كده من الحروف من الجناب يعني 3 4 قطعات صغيره، بحيث ان التتبيله تخش جوه، وبعدين يا في طاسه يا في شوايه والف هنا وشف كده. ده شكل الشكل استوى، بس احنا برضو ايه راجع افكر حركه تاني، مفيش حاجه اسمها الشكل، لازم نتاكد ان طعمه استوى. طبعا استوى بس ناقص ملح، نزود شويه ملح. افكر حضراتكم تاني عملنا ايه علشان برضو تبقى اللي ما لحقش الحلقه من اولها يبقى عارف احنا عملنا ايه. حطيت الجمبري والكالماري والمشروم وشويه زيت زيتون في الخلاط،
فرمتهم بالطريقه دي لحد ما وصلوا كده، وحطيت البصل والزنجبيل والثوم في زيت وزبده وشوحت كل الكلام ده، وسويته مع شويه صلصه طماطم وزعتر وقرن فلفل. كده بقت دي عندي جاهزه، مش حراقه قوي، بس ايه الحراق بقى راجع لحضراتكم، ممكن تزودوا او تقللوا زي ما تحبوا. فاضل اخر حاجه. طبعا عاده لما بنيجي مثلا نعمل سبرينج رول اللي هي الحاجات الملفوفه، بنحاول ان احنا دايما تبقى اللي بنحشيه يبقى بارد، او بنعمل مثلا سمبوسك اللي بنحشيه يبقى الحشو يبقى بارد. ده مش هيفرق قوي لان الفلفل قوامه جامد جدا، فمش هيفرق اذا كان بارد ولا لا. كده نملى بقى ايه يعني، مش للاخر عشان نفتكر ان احنا لسه نحط جبنه موتزاريلا، علشان لما تسيح ما تنزلش وتعمل ريحه في الطاسه او تعمل ريحه في الصينيه اللي داخله الفرن. كده بعد ما اخلص الاكله دي هعمل لحضراتكم جمبري شيش، او يعني زي شيش طاووق في عيدان خشب بطريقه جديده كده. الو منى، ازيك؟ الو، ازيك يا شيف؟ ازيك انت، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت عاوزه طريقه كفته السمك. حاضر. ممكن توطي التلفزيون شويه منى عشان انا سامع صوتي في التلفزيون عندكم؟ ماشي. عايزه كفته السمك لوحدها كده من غير صوص ولا اي حاجه؟ لوحدها. حاضر. كفته السمك هنجيب اي نوع سمك، طبعا متنضف كويس، لو فيليه يبقى احسن واحسن، طازه مش مجمد. وبعد كده هنحط معاه بصل وثوم، شبت، بقدونس، اي خضره بتحبوها، ملح وفلفل وزيت زيتون في خلاط يتضرب كويس قوي، تحط معاه شويه بقسماط او رز مجروش علشان يمسكوا. وبعدين نعمل الصوابع نحطها في الثلاجه لمده ربع ساعه، نص ساعه، ساعه الا ربع، وبعدين نبتدي نقليه في زيت زيتون او زيت عادي المتاح نستعمله. ممكن ايه نبعد عن دي. ادي الجبنه، حاولوا بقى ما تزودوش قوي عليها علشان يعني من الحاجات اللي بتضايق في البيت لما الجبنه الموتزاريلا بتقع في الفرن او بتقع في الصينيه في الفرن، بتبتدي تعمل ريحه بعد كام مره، بتعمل ريحه محروقه تخلي ريحه المطبخ مش ظريفه، فمش عايزين نملاها قوي. استاذه حنين اهلا وسهلا. الو استاذه حنين، اهلا وسهلا. ايوه ايوه يا فندم، مع حضرتك، اتفضلي. بقول لحضرتك انا عايزه شوربه فواكه البحر. حاضر يا فندم. ابيض احمر من غير لون خالص؟ ملحقتش. طيب شوربه فواكه البحر لو عايزين نقول ان هي هيبقى لونها فاتح، يعني ما فيهاش اي يعني ولا ابيض ولا احمر، زيت، بصل، ثوم، وبعدين نحط فواكه البحر والسمك بالترتيب، يعني السمك الاول والكلماري وبعدين الجمبري بترتيب يعني وقت السوا بتاعهم، وبعدين نبتدي نقلبهم كويس قوي. طيب المكونات موجوده على الشاشه كده، انا ده بالنسبه لي تمام. ممكن اخلي دول هنا برضو ياخدوا سنه. دلوقتي المرحله دي دلوقتي يعني بالنسبه لي انا كده ممكن اكلها على كده، هدخلها تسيح الجبنه شويه في الفرن. لو عايزين تخلوها بقى تستوي، يعني الفلفل نفسه يستوي يبتدي يبقى روستد، يعني متحمص اكتر من كده، ممكن مش هنحط جبنه وهندخلها الفرن ونسيبها مثلا ربع ساعه لحد لما الفلفل نفسه ياخد لسعه، وبعد كده نحط الجبنه ونسيبها لحد لما تسيح وبعدين نبقى ناكلها. هدخل دي الفرن وتكون الشوايه هي اللي ولع عشان تسيح. هسيبها في الفرن مفيش يمكن 3 4 دقايق، هطلع فاصل وارجع اكمل مع حضراتكم الجمبري الشيش. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل، انا لسه على الهواء. يا ريت تكلموني على الارقام اللي على الشاشه، ولو في استفسارات، تعليقات، وصفات، اي حاجه عاوزين توصلوها لنا ابعتوها لنا على البيج بتاعتنا شبكه وسط النهار على الفيسبوك. طبعا انا كنت مولع على الفرن جامد جدا، فكان ما اخدش يمكن يا دوب الفاصل والجبنه ساحت،
او يعني اخذت اللون اللي انا عاوزه، فده كده بالنسبه لي خلاص. ممكن بقى لو عايزين يعني نحط الغطيان عليها كده كفايه كده، وممكن شويه شبت او خضره بس عشان الشكل يبقى حلو. مجرد بس للشكل، علشان بتفرق الالوان الكتيره بيبقى شكلها حلو مع ايه على السفره كده. يبقى فاضل عندنا، ابعد ده كده شويه عشان نوضح المكونات. هعمل دلوقتي الجمبري الشيش. مكوناته جمبري اي حجم بس مش اقل من وسط، فلفل الوان احمر واخضر واصفر، هريسه، ثوم، زنجبيل، ليمون وبصل. الموضوع سهل قوي، يعني مفيش فيه اي حاجه خالص غير ان احنا هنعمل كده كل الحاجات مع بعض. طبعا الهريسه دي ممكن نستبدلها بقى بكميه حاجات ملهاش اخر، يعني ممكن مستارده، ممكن صويا صوص، ممكن 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 الى ما لا نهايه كل الحاجات ممكن ايه نستخدمها. والجمبري وفلفل الالوان. يعني انا بشوف ان الاكله دي من اسهل الاكلات اللي اي حد لسه جديد في المطبخ يقدر يعملها بمنتهى السهوله، لان هي ما فيهاش اي حاجه. زي ما شفتوا كده المكونات كلها موجوده وجاهزه. كل اللي انا هعمله دلوقتي هزود عليها زيت عادي او زيتون، انا بفضل زيت الزيتون، حبه كويسين. طبعا لو في عاملين يوم شوي بتبقى على الشوايه حكايه، بس بتحتاجوا ان احنا تفتكروا تبلوا العيدان الخشب دي قبل ما نستعملها علشان ما تتلسعش او ما تتحرقش على النار. لو في طبعا عيدان حديد، لو دي موجوده يبقى مفيش مشكله. وهحط ملح. اي بقى مكونات عايزين تحطوها دلوقتي ماشي، عايزين تزودوا بقى مثلا فلفل اسود عشان لا، بس انا حاطط هريسه فمفيش داعي ان انا ازود فلفل اسود عشان ما تبقاش حراقه قوي. ممكن نشيل دي كده هنا. ليمون، مش هيفرق اذا كان البذر نزل او لا، لان انا كده كده هقلب الكلام ده كله بايديا، وبعد كده هبتدي اعمل الشيش. كل ما نسيب الخلطه دي مع بعض، يعني نسيب الجمبري في الخلطه دي، كل ما المكونات سواء كان ثوم، زنجبيل، اي من المكونات الموجوده دي بيشرب التتبيله، فطعمه بيبقى فيه فليفر اكتر. ممكن نحط عليها زبادي، ممكن نحط عليها لبن، ممكن نحط عليها كميه حاجات ملهاش نهايه، زبادي وكاري، عصير برتقان. هعمل كل الكلام ده، بس انا بقول لحضراتكم ان كل الامكانيات بتبقى قدامنا متاحه. استاذ مدحت اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بك. حضرتك الاسبوع اللي فات عملت البايلا، تمام، والاسبوع ده عملت شوربه الجمبري باللبن جوز الهند. تمام تمام. هما الاثنين كانوا في مصر زمان، يعني بعد الحرب العالميه الثانيه كده وما بعدها. تمام. كان الاثنين بينضموا على بعض، وبينضاف اليهم عصير التمر هندي مخفف زي الايس تي كده بره في بعض البلاد. تمام. فدي البايلا المصري كانت سمك لبن تمر هندي. علشان كده جاي الاسم سمك لبن تمر هندي. تمام. طب لو استسمح حضرتك، لو تقدر تبعتها لنا على الصفحه بتاعتنا وندرسها كده واحده واحده ونجربها، واذا كان جميله جميله جدا. بس تمام. حضرتك تكتر فيها الجمبري. حاضر. بس هي دي النقطه الاساسيه بتاعتها. حاضر. يا ريت حضرتك ما تنساش تبعتها لنا على الصفحه بتاعتنا. مش هنقدر نعملها قريب، على لازم اجربها الاول ونتاكد بس ان هي تمام التمام، وهعرف اعملها وبعد كده نعملها، وهنقول ان احنا هنعملها امتى. وميرسي جدا لاتصالك يا فندم، ميرسي على المعلومه الجميله. ادي كل الموضوع. طبعا مش هغسل ايديا لان انا لسه قدامي ادي عيدان الخشب. زي ما تحبوا بقى حضراتكم ترصوها زي ما انتوا عايزين، لكن يفضل يكون المقاسات متساويه. مدام مريم اهلا وسهلا. زي ما واحده واحده كده. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ شايف انا كنت اتصلت بيك قبل كده طلبت منك يا ريت تعمل لنا حلقه عن عمل الفسيخ بعد اذنك. حاضر يا فندم. حاضر حاضر. معلش. لا مفيش معلش خالص، هو بس الفكره ان احنا بنبقى ملتزمين بجدول، فعشان كده ما بنقدرش
ان احنا يعني عشان عندنا كذا حد بيصور فمبقاش قادرين ان احنا نغير المنيو اللي اتبعت. بس حاضر انا هعمل لحضرتك حلقه الفسيخ. وميرسي جدا لاتصالك يا فندم. اي لون بقى ينفع او يعني اي اخضر احمر، المهم بس ان احنا نخلي دايما الجمبري متركب كويس جوه جوه. طبعا نحط 3 نحط 4 المتاح. شاهد ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد بس لله. بسال على السبيت. ماله قولي لي بس عاوزه تعمليه ازاي وانا اقول لك. اللي هو المحشي. السبيت المحشي. محشي خضار مثلا؟ كريماري. السبيت وكريماري واحد، ما يعني ما المسميات بتختلف من مكان لمكان. وعملنا قبل كده سمك وحطيناه في الزيت بنطلعه لقيناه بايظ كده. لقيتيه طري ما نشفش ما قرمش يعني صح؟ طيب لما تحطي السمك تاني في الزيت ما تمليش الزيت، ما تمليش الطاسه قوي، وتخلي الزيت يبقى سخن جدا جدا. لو عايزه تعملي كلاماري اللي هو القماع المحشي خضار في طاسه، يعني زيت وبصله والخضار بقى اللي بتفضلوه، وبعدين يتسوى كويس ويتحشي بيه الكلاماري ويتقفل من فوق بتاعه السنان اللي بتنضف السنان اللي اسمها خله، وبعدين يتحمر في زيت، بس مش يتحمر في زيت كتير، يتحمر في زيت قليل يعني عشان ما يبقاش غطسان جوه الزيت يعني. والمقادير كده قدامك على الشاشه. ممكن احط بصله واحده كمان. انا طبعا مش بحط الالوان كلها زي بعض، اللون اللي بيطلع في ايدي بحطها في السكيور او اللي هو العيدان الخشب. دي لازم تكون سخنه جدا، دي ما نحطش عليها زيت خالص. لو حط عليها زيت هتعمل لكم كميه دخان في المطبخ، يعني كل الناس هتبقى عارفه ان في شوي في البيت. استاذ احمد اهلا وسهلا. الله يخليك، والله انت راجل شيك جدا جدا. ربنا يخليك يا فندم. انا على فكره شيف حلواني. ربنا يخليك يا شيف، ربنا يخليك. ده ميرسي، يعني لما اسمع حاجه كده من شيف ببقى حاجه بالنسبه لي بس جدا. لا بجد والله انا بتمنى ان كل شيفات مصر يبقوا بالطريقه بتاعتك ان شاء الله يا فندم، نبقى كلنا زي بعض واحسن من بعض كمان. وربنا يوفقك الاحسن. ربنا يخليك يا شيف وميرسي جدا لاتصالك. انا عشان الوقت هعمل اخر واحده. انا مش عايز احط مش عايز احط واحده قبل واحده علشان عايز كله يستوي مع بعضه في نفس الوقت. طبعا احنا بنتكلم في دقائق بسيطه قوي، يعني بنتكلم يمكن دقيقه ناحيه دي دقيقه ناحيه دي وخلاص تبقى استوت. عايز جمبريه اخيره كده اصفر احمر. طبعا انا مولع على الطاسه من بدري عشان انا محتاج الطاسه تبقى سخنه جدا. هعمل الثلاثه دول والباقي هكملهم بعد كده. استاذ احمد اهلا وسهلا. استاذ احمد اهلا وسهلا. ايوه شيف عامل ايه؟ الحمد لله. معلش بس هغسل ايديا. انا مع حضرتك اتفضل. ممكن اعرف طريقه عمل السمك الفيليه؟ السمك الفيليه. اه حاضر يا فندم، ميرسي جدا لاتصالك يا استاذ احمد. حاجه بس كمان عايز اقولها لحضراتكم، لما تعملوا حاجه زي دي بالهريسه ابعدوا شويه عن الدخان علشان الدخان اللي هيطلع هيبقى هيخليكوا تكحوا، فابعدوا عنه لحد لما يهدى شويه، او لو في حاجه نغطيه ممكن نغطيه على طول. السمك الفيليه ممكن بمنتهى البساطه شويه زبده في طاسه ما بتلزقش، ونحط السمك الفيليه في شويه ليمون كمون شبت، وفي الطاسه اللي ما بتلزقش شويه زبده، ونبتدي نسويه. يمكن بياخد على حسب طبعا سمك السمكه نفسها، بياخد حوالي من دقيقتين ونص 3 دقائق كل ناحيه. استاذ عبد الله اهلا وسهلا. استاذ عبد الله اهلا بحضرتك، ازيك يا شيف؟ ازيك يا فندم؟ الحمد لله تمام. شيف بعد اذن حضرتك كنت عايز اعرف بس طريقه عمل الطاجن اللي هو السي فود بالصوص الابيض. طاجن السي فود مش سامع يا فندم، طاجن السي فود بالمي ايه؟ بالصوص الابيض. طاجن حاضر يا فندم، ميرسي جدا لاتصالك. طاجن السي فود بالصوص الابيض. هعمل خطوات سهله وبسيطه، اللي هي هشوح لو عايز خضار، طبعا هشوح خضار في سمنه وزبده في طاسه بالبصل والثوم وكل المكونات اللي بتفضلوها،
وبعد كده احط فيه الكالماري وهجهز الصوص الابيض اللي هو بيبقى مكون من زبده ودقيق ولبن، وبعد كده هحط الكلام ده كله في الطاجن وهدخله الفرن على حسب الكميه اللي هتبقى عاوزها او اللي حضرتك هتعملها. يعني لو قلنا على حسب الكميه، يعني بقى ممكن طبعا نجرب طول الوقت، يعني لو لقيناه ما استواش نرجعه تاني فرن، مش عايزين نقلق من حاجه خالص. المهم ان احنا بس نبقى ايه دايما بنشيك او بنتشيك على الاكل اللي احنا بنعمله، بندوقه وبنعرف استوى ولا ما استواش. انا كده بالنسبه لي فاضل له يمكن دقيقه. الو لميس زيك؟ الو الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ وعلي صوتك شويه مش سامعك. ووطي التلفزيون كمان. انا عندي 9. عاوزاني اقول لك على اي حاجه؟ الجمبري المقلي. الجمبري المقلي، حاضر، ميرسي لاتصالك يا لميس. الجمبري المقلي ممكن نعمله بطريقه جديده حلوه قوي. نحط دقيق وميه لحد ما يبقى عندنا عجينه سايبه، نحط فيها ملح وفلفل، بودره ثوم، بودره جنزبيل او بودره زنجبيل وفلفل ابيض، وننضف الجمبري كويس ونحطه في العجينه دي، ونسخن الزيت ونحطه في الزيت كده لمده دقيقة ونص دقيقتين، زيت سخن جدا، ومنملاش الطاسة، وبعدين نطلعه من الزيت نسيبه على ورق مناديل، وبعد كده يهدى شوية نرجعه تاني في الزيت، هتلاقيه طالع مقرمش وطعمه حلو جدا. أنا عندي واحدة حاسس إنها مش مستوية، كل ما بشوف بقى الأسود اللي على الخضار ده بطمن جدا إن هو استوى، هو ده، أو يعني اتلسع اللسعة، بياخد الريحة بتاعة ريحة ال اللسعة الشوي الشاركو، يعني اللي هو زي الفحم بس طبعا مش فحم. لو عايزين بقى نخليه يطلع ريحة فحم او يبقى فيه ريحة الفحم، هنجيب فحمية نحطها هنا، نحط عليه شوية زبدة ونغطي ده بورق ألومنيوم، هيبقى طالع بريحة الفحم. كده قدامنا ثواني بسيطة جدا. كده كفاية. عادة الخشب نفسه مش هيسخن كده، تمام. يبقى كده النهاردة عملت لحضراتكم فلفل ألوان، محشي جمبري وكلماري ومشروم وعليه جبنة موزاريلا، وعملت شيش كباب بس حرق شوية. ألف أنا وشيف، وأشوفكم حلقة جديدة. باي باي.